السلام عليكم يا أصدقاء. في فيديو اليوم سوف نشرح فيه كيف تعرف هل تم قبولك في الهجرة العشوائية الأمريكية لوتري 2024 من الهاتف فقط وبسهولة. وهذه النتيجة يمكنك التعرف عليها ابتداء من هذا السبت 6 ماي إلى غاية 6 ماي من السنة المقبلة 2024. يعني من فضلك عزيزي المشاهد عليك أن تتمهل قليلا، لأنك يمكنك معرفة نتيجتك طوال الوقت. حتى لو مرت أشهر يمكنك الدخول للموقع ببساطة وتعرف على النتيجة بهذه الطريقة التي سوف أشاركها معك من الهاتف طبعا. وستعرف أيضا الخطوات التي يجب عليك اتباعها في حالة وجدت أن نتيجتك إيجابية وتم اختيارك، ما الذي سيتوجب عليك فعله بعدها. ولمعرفة باقي التفاصيل تابعونا بعد الانترو. اولا سوف تدخل الى الموقع الرسمي الوحيد لمعرفة نتيجة القرعة العشوائية. هذا هو الموقع الرسمي الوحيد الذي سيجعلك تعرف نتيجة اللوتري 2024، واسمه devprogramstage.gov او GOV، والGOV التي توجد في الاخير يعني بها انه موقع حكومي رسمي، وسوف اترك لكم التحت في الوصف رابط هذا الموقع. وعندما تدخل الى الموقع ستجد نتيجتين، نتيجة لوتري 2024 ونتيجة لوتري 2023، لكن انت عليك ان تختار لوتري 2024 لانه هو اللوتري الذي يخصك والذي دفعت له في اكتوبر سنة 2022. بكل بساطة ستدخل للموقع، عليك اختيار لوتري 2024 وليس لوتري 2023 لكي تعرف نتيجتك. سوف تظهر معك على هذا الشكل، اضغط على هذا الزر ويعني فحص النتيجة، وبعدها ستظهر لك كلمة continue بالأزرق، اضغط عليها. بعدها صديقي المشاهد سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية على هذا الشكل المبين أمامك في الشاشة. عليك الإجابة على 4 أسئلة سهلة متعلقة بحياتك الشخصية، وهي في 4 مربعات كالتالي. في الخانة رقم 1 سيطلب منك مل الكونفرميشن نمبر، ويعني الرمز الخاص بك الذي حصلت عليه في شهر اكتوبر من سنة 2022. ذلك الرمز مهم للغاية وعليك ادخاله بالارقام والحروف والحرص على عدم خط الخطأ فيه. بعدها سوف تجد الخانة الثانية مكتوب عليها last family name. بكل بساطة عليك فقط كتابة نسبك العائلي وحده في هذه الخانة باللغة الإنجليزية وليس العربية. تأكد من هذا، لا تكتب اسمك كاملا، فقط ما طلبوه منك، الاسم العائلي الخاص بك وبعائلتك هو ما ستكتبه في هذه الخانة. بعدها سوف تجد الخانة الثالثة مكتوب عليها your of birth، يعني سنة ميلادك، فقط اكتب السنة التي ولدت فيها. وبالنسبة للسؤال الرابع او الخانة الرابعة هو اسهل شيء، يطلب منك فقط كتابة ما تراه في الصورة سواء كان ارقام او حروف لكي تؤكد لهم انك لست روبو مصطنع، واضغط بعدها على زر submit وستظهر لك النتيجة مباشرة. في حالة لم يحالفك الحظ هذه السنة هذا شيء عادي يا صديقي. أنا أعرف عدة أصدقاء تجاوزت مدة دفعهم 12 سنة أو 14 سنة بشكل متتالي وفي النهاية تم قبولهم. يعني لا تفشل أو تشعر بالإحباط، الحياة تستمر، الله هو من يقدر هذا، والله هو من سيحدد الوقت والزمن المناسبين أو السنة التي يتم اختيارك فيها للذهاب أو يرزقك بشيء ما كبير في بلادك. المهم كما قلت، إن لم يتم اختيارك ستظهر لك هذه الجملة الشهيرة has not been selected. وفي حالة تم اختيارك سوف تظهر لك هذه الجملة، ومبروك عليك القرعة الأمريكية يا صديقي. لا تنسى فقط الدعاء معنا لمجهودنا، ونتمنى لك النجاح في حياتك كلها. وفي هذه الحالة بعد أن تم اختيارك وأنك فزت بالقرعة الأمريكية وكل شيء، هناك عدة مراحل عليك القيام بها لكي تنجح في المقابلات الشفوية مع القنصل والوثائق التي ستحتاج إليها.
عليك أن تعرف عزيزي المشاهد أولا أنه سيتم اختيار 55 ألف فائز من القرعة، لكن الشيء المهم الذي يجب عليك أن تعرفه هو أنه في الأصل تم النداء على 100 ألف مترشح من القرعة العشوائية، وإن وجدت أنهم وافقوا على طلبك في البداية فهذا لا يعني أنك فزت 100%، بل سوف يتم إلغاء 45 ألف ملف طلب وسيبقى فقط 55 ألف مترشح. ولكي تكون من ضمن هؤلاء الناس الذين سوف يسافرون إلى أمريكا، عليك تجاوز المقابلات الشفوية والتحاليل الطبية، وتتوفر فيك عدة شروط سوف نحاول أن نبسطها لك في هذا الفيديو لكي تعرف كل شيء يا عزيزي المشاهد. سوف أبسط لكم الشرح لكي يفهم الجميع. سوف نقسم الشرح إلى 3 مراحل. بالنسبة للمرحلة الأولى هي مرحلة الوثائق المطلوبة، سوف يتوجب عليك إنجاز هذه المهام مباشرة بعد معرفتك لخبر نجاحك في القرعة العشوائية، عليك ترجمة كل الوثائق الشخصية إلى اللغة الإنجليزية. بعدها سوف تحتاج إلى جواز سفر، وسوف تحتاج أيضا إلى شهادة ميلاد مترجمة، وسوف تحتاج إلى وثائق الزواج، هذا في حالة كنت متزوج ولديك عائلة، إن كنت أعزب فأنت لا تحتاج إلى هذه الوثائق. وسوف تحتاج أيضا إلى شواهد تعليمية مترجمة، بكالوريا وشهادات جامعية أو شهادة تكوين مهني، وكل شواهد التي تملكها حتى وإن كانت رياضية عليك ترجمتها للإنجليزية. وسوف تحتاج أيضا إلى وثيقة حسن السيرة والسلوك أو ما يعادلها، يعني سوف تحتاج إلى تقديم وثيقة فيها دليل مكتوب من طرف حكومة بلادك حيث تشهد فيها دولتك بحسن سيرتك وسلوكك في بلاد وأنك شخص صالح في المجتمع ولا تحدث مشاكل. مثل هذه الوثائق مطلوبة، وهي الوثائق التي يركز عليها القنصل الأمريكي، وأبسط خطأ قد يتسبب في عدم قبول ملفك، لذلك عليكم الانتباه لكل هذه الوثائق وعدم نسيان أي وثيقة وترجمتها بشكل صحيح. وسوف تحتاج أيضا إلى وثائق الخدمة العسكرية، في حالة كانت لديك علاقة بالخدمة العسكرية أو التجنيد الإجباري عليك أن تقدم لهم هذه الوثائق لكي يعرفوا ما مررت به طوال مدة إقامتك في بلادك والأنشطة التي قمت بها. وإن لم تعمل في الخدمة العسكرية من قبل فأنت لست مجبر بدفع أي وثيقة تتعلق بهذا المجال. وفي حالة كانت لك وظيفة تقوم بها عليك أخذ منهم شهادة كفاءة أو شهادة تدل على مزاولتك تلك الوظيفة عندهم، وأنك تعمل معهم تسمى بالفرنسية أديستاسيو دو ترافاي. هذه الشهادة عليك عمل منها نسختين أثناء الترجمة، نسخة قم بتقديمها للقنصل مع الوثائق، والنسخة الأخرى قم بأخذها معك إلى أمريكا، لأنها سوف تفيدك هناك بشكل كبير عندما ترغب بتقديم على وظيفة في أمريكا لها نفس التخصص الذي كنت تعمل فيه في بلادك. بهذه الطريقة سوف تقدم لهم دليل قاطع على عملك والمهارات التي تتقنها والمدة التي أمضيتها في عملك السابق أو الوظيفة في دولتك الأم، تسهل على نفسك الحياة في أمريكا بهذه الطريقة يا صديقي. وفي حالة لم تكن لك وظيفة أو لم تعمل من قبل في أحد التخصصات، أنت لست مجبر على تقديم هذه الوثيقة، وحتى في القنصلية لن يطلبوا منك هذه الوثيقة عندما يعرفوا من خلال ملفك أنك لا تعمل في أي وظيفة معينة. وعندما ستقترب المقابلة مع القنصل سوف تحتاج إلى وثائق الكشف الطبي على أن صحتك جيدة ولا تعاني من أمراض مزمنة، وأيضا سوف تحتاج إلى ورقة تأكيد الملء DS-260، وسوف تحتاج إلى ورقة الموعد أو الحصول على المقابلة الرسمية. وسوف تحتاج أيضا إلى ضمانات أو كشف حسابك البنكي لهم لكي تظهر للقنصل أنك قادر على العيش في أمريكا لأشهر طويلة بدون أن تحتاج إلى مساعدة الحكومة الأمريكية. لذلك يا أصدقاء عليكم القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، جد شخص من أقاربك أو عائلتك ليكون ضامن لك ماديا في حسابك البنكي في الفترة التي تجري فيها المقابلات مع القنصل، هذا في حالة لم تكن قادر على توفير مبالغ مادية محترمة في حسابك البنكي، إن كنت قادر على هذا الله يسخر لك.
وبالنسبة للمرحلة الثانية التي ينصح القيام بها في بداية شهر يونيو القادم أو نهاية شهر ماي لكي تحصلوا على موعد قريب ويتم الإسراء في ملفكم، أنا تركت لكم هذا في المرحلة الثانية لكي تفهموا كل شيء بشكل مبسط. سوف يتوجب عليكم ملء استمارة DS260، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة مهمة للغاية، وخذ وقتك بهدوء ولا تملأها دفعة واحدة، بل عليك أخذ وقتك والتركيز وفهم الخانات جيدا التي عليك ملؤها بمعلوماتك الشخصية والعائلية. أوجد شخص يفهم اللغة الإنجليزية جيدا لكي يقوم بهذه المهمة لك إذا لم تكن تفهم الإنجليزية جيدا، لأن البيانات والمعلومات يجب أن تكون صحيحة، وأي خطأ منك قد يؤدي إلى إلغاء عملية انتقالك إلى أمريكا. عليك إدخال المعلومات الحقيقية بدون زيادة أو نقصان، مثلا إن كنت متزوج أو عاطل عن العمل اكتب هذا لهم، وعندما سوف تذهب للمقابلة سوف يطرح عليك نفس السؤال. إن لم تكن إجابتك مطابقة لما ملأته في الاستمارة مسبقا فهذا الشيء سلبي بالنسبة لملفك وسيتم رفضك يا صديقي. عليك فقط قول الصراحة وتأكد من أن معلوماتك صحيحة وحقيقية ولن تخاف من أي شيء. وطريقة ملء الاستمارة هو شيء سهل للغاية، فقط عليك الدخول للموقع التالي وضع كيس النمبر الخاص بك أو الرمز السري الخاص بك بملفك وملء كل الخانات الفارغة بمعلوماتك الشخصية. في حالة لم تفهم بعض الجمل فوق الخانات يمكنك الاستعانة بصديقنا موقع جوجل ترادكشن لكي يترجم لك المطلوب منك، أو الاستعانة بصديق، أو اترك كل هذه الأشياء أو الاستمارة لشخص يفهم في الإنجليزية ويدفع له بعض المال وهو سوف يتكفل بالغرض. كل شيء له حل يا صديقي. أنا سوف أنزل فيديوهات مستقبلا أشرح كيفية القيام بمثل هذه الأشياء بشكل مبسط وبسيط، أنا الآن فقط أشرح لكم المراحل والخطوات التي يجب عليكم اتباعها. وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة يا عزيزي المشاهد هي كالتالي: سيكون لديك فترة 6 أشهر للاستعداد للسفر وتهيئ نفسك. هذه الفترة ستكون ما بين شهر مايو وشهر نوفمبر، حيث يجب عليك في هذه الفترة القيام بكل ما ذكرناه في السابق. املأ الاستمارة بشكل صحيح وترجم كل الوثائق التي تخصك ووضع المال في البنك من أقاربك أو بطريقة أخرى التي تناسبك، المهم هو أن تبرهن للقنصل أنك تضمن نفسك ولديك القدرة على العيش وحيدا في أمريكا بدون مساعدات من طرف الحكومة. وأهم شيء عليك القيام به في هذه الفترة هو تعلم اللغة الإنجليزية. حاول أن تقرأ الكتب وشاهد فيديوهات تعليمية على منصة يوتيوب، أو إذا استطعت الانخراط في مدرسة معينة تعلم اللغات افعل هذا يا صديقي بدون تردد. أهم شيء هو أن تكون قادر على التواصل مع الشعب الأمريكي بالإنجليزية، لأن ذلك سوف يسهل عليك الحياة هناك وسوف تفتح لك اللغة الإنجليزية الكثير من الأبواب، ولن تجد صعوبات في إيجاد وظيفة كيفما كانت. ونصيحتي الشخصية أيضا، إن استطعتم تعلم مهارة جديدة مطلوبة في أمريكا من بلدكم الأم سيكون شيء مفيد لكم، بحيث سوف يسهل عليكم اختيار مجال معين للعمل به عند وصولكم إلى دولة أمريكا. عليك أخذ تكاليف كل هذا بعين الاعتبار. أيضا سوف تحتاج إلى تكاليف ترجمة وإعداد الوثائق، وأيضا لديك تكاليف الكشف الطبي، وأيضا تكاليف الرسوم المقابلة والتي تبلغ $330 للفرد، ورسوم الجرين كارد والتي تبلغ $220. كل هذه التكاليف إن أضفت عليها مبلغ $500 يجب عليك وضعها في حسابك البنكي، سوف يصبح عليك مجموع تكاليف تقريبا $1,500. إذن هذا هو الرقم المقدر ليكون كتكاليف رحلتك إلى دولة أمريكا، هو $1,500. وسوف يضاف إليه إن نجحت وقبلت في كل شيء إن شاء الله ستحتاج إلى مصاريف الأكل والشرب عند وصولك إلى أمريكا، ومبلغ تذكرة الطائرة، وأيضا بعض المصاريف الشخصية التي سوف تحتاجها ما بعد الذهاب والوصول إلى أمريكا، لركوب سيارة تاكسي أو شراء ثياب إلى آخره. عليك الحساب لكل هذا يا أخي لكي تعرف ما يتوجب عليك صرفه عند ذهابك إن شاء الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
الحكومة الأمريكية متمثلة في إدارة الهجرة تسمح بإعطاء ل 55 ألف شخص تقريبا الإقامة الدائمة وحقوق العمل في أمريكا كل سنة، وبعد 5 سنوات يحق لك التقديم على الجنسية وتصبح مواطن أمريكي ولك كل الحقوق والواجبات كأي مواطن أمريكي عادي. وبالنسبة للتقديم السنوي الماضي في لوتري 2024 بدأ في يوم 5 أكتوبر وانتهى في يوم 8 نوفمبر من سنة 2022، والنتيجة سوف يتم طرحها يوم 6 مايو من سنة 2023، وسوف تظهر النتيجة على الموقع الرسمي لإدارة الهجرة الأمريكية. لكن نحن الآن علينا أن نعرف آخر الأخبار المتعلقة بهذه الهجرة والتغييرات التي حصلت في هذه السنة. والآن وبخلاصة صغيرة، إن قدمت على القرعة الأمريكية في أكتوبر سنة 2022 سوف تظهر لك النتيجة في ماي من سنة 2023، وإن حالفك الحظ وفزت بالقرعة وتم اختيار اسمك سوف يتم إجراء معك مقابلة في أكتوبر من نفس سنة 2023، وسوف تقوم بعدها بإجراء مقابلات متعددة على فترات تدوم إلى غاية سبتمبر من سنة 2024. لذلك تم تسمية هذه القرعة التي دفعت لها باسم لوتري 2024. موقع Travel State Gov الخاص بإدارة الهجرة يمكنكم من خلال هذا الموقع معرفة كل شيء يتعلق بالهجرة وآخر الأخبار والتحديثات الجديدة، وهذا الموقع يعتبر مصدرنا الذي ننقل لكم من خلاله آخر الأخبار المتعلقة بالقرعة الأمريكية. يمكنكم الدخول لهذا الموقع والتعرف بأنفسكم على آخر الأخبار، سوف نترك لكم الرابط تحت في الوصف الفيديو. وبالنسبة للمستجدات الجديدة التي تتعلق بالهجرة وهي عدم موافقة القنصل على إعطاء الفيزا لعدد من الفائزين في الهجرة العشوائية، مع العلم أن كل بياناتهم سليمة وقاموا بعمل إجراءات بعد الفوز كاملة وبشكل صحيح، وتم طلب منهم إثبات أنهم لن يصبحوا عبء أو عالة على الحكومة الأمريكية فيما يعرف بقانون Public Charge، وهذا قانون جديد تم تفعيله في عام 2020 في فترة حكم دونالد ترامب. وبالنسبة لك انفس يا عزيزي المشاهد وتم اختيارك من بين الملايين من حول العالم في هذه القرعة، سوف تجد عقبة صغيرة امامك وهي التي ذكرناها مسبقا Public Charge. وماذا نعني بها؟ نعني بها أن القنصل سيطلب منك إثباتات وضمانات إن فزت سواء كان لوتري أو لم الشمل، وأنك لن تكون عالة على الحكومة الأمريكية ولن تطلب منهم مساعدات كثيرة عند هجرتك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل فهمت أخي العزيز أو أختي العزيزة كيف سوف يتعامل معكم القنصل في حالة تم اختيارك في القرعة العشوائية؟ أتمنى منكم أن تكونوا مستعدين لمثل هذه الأشياء، يعني هم سوف يبحث جيدا عن وضعك الاجتماعي وحالتك، وهل أنت شخص إيجابي في المجتمع أو لا، هل لديك سوابق، هل لديك دبلومات أو حرفة يمكنك أو تمكنك من العمل هناك في تخصصك، أو لديك دخل من الانترنت أو قناة على يوتيوب أو إي كوميرس أو أي شيء من هذا القبيل، أي شيء يوفر لك دخل شهري سوف تحتاجه لكي تبرهن للقنصل الأمريكي أنك قادر على العيش لوحدك في الولايات المتحدة بدون مساعدة من الحكومة. هم بكل بساطة سوف ينظروا إلى حسابك البنكي ليشاهدوا هل لديك مال يصل لك بشكل شهري من طرف جهة معينة، سواء وظيفة أو العمل عبر الانترنت أو أي شيء. نصيحتي لك عزيزي المشاهد لكي تتجاوز هذه العقبة، عليك فقط محاولة جمع مبلغ $500 أمريكي أو أكثر، كلما كان المبلغ أكثر كلما كان أفضل، وضعها في حسابك البنكي وقم بإخراجها بشكل متقطع طوال الشهر، وفي بداية كل شهر قم بوضعها مجددا في حسابك البنكي. افعل هذا بشكل متكرر من الأسبوع الأول الذي تتلقى فيه نتيجة قبولك في القرعة العشوائية، ولو كنت تقوم بهذه الخطوات قبل النتيجة سيكون هذا أفضل بكثير لك يا صديق.
وحتى في حالة كنت عاطل عن العمل وقمت بهذه الطريقة، سوف تثبت للقنصل الأمريكي أنك لست عالي على المجتمع وأنك يمكنك التعايش مع الاقتصاد والشعب الأمريكي بسهولة، وسوف تروج للاقتصاد الأمريكي معهم وستكون شخص إيجابي في المجتمع الأمريكي. أنا اليوم في هذه الحلقة حاولت جاهدا شرح لكم وتبسيط الطرق المناسبة لكي يتم قبول ملفكم من طرف القنصل في حالة نجحتم في تجاوز نتيجة الاختبار وتم اختياركم في الهجرة العشوائية، وفي نفس الوقت نقلنا لكم آخر الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، وما زلنا سوف ننزل لكم عدة مقاطع متعلقة بالهجرة وآخر الأخبار. لذلك من فضلكم اشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد، وإن كنتم تتابعون على صفحتنا في الفيسبوك لا تنسوا الإعجاب في الصفحة من فضلكم. كان هذا كل شيء في مقطع اليوم، أتمنى أن أكون شرحت لكم جميع المراحل بشكل جيد ومفصل، وإن نسيت شيئا ما أو حدث تغيير جديد في هذه المراحل والقوانين اكتبوه لنا تحت في التعليقات لكي نستفيد جميعا، ونتمنى النجاح للجميع. أنا أعرف أن كل شخص دفع لهذه القرعة فهو يرغب بشدة لتغيير وضعه وحياته للأفضل ليساعد نفسه وعائلته. لذلك يا أخي إن نجحت وقبلت وذهبت نصيحتي لك لا ترمي نفسك إلى التهلكة في أمريكا، لا تقوم بالغش أو السرقة أو الاحتيال أو أي تصرف غير لائق بك كمسلم، فقط كن شخص صالح يتمتع بصفات الإنسانية وقدم صورة هناك عن العرب مشرفة، وابقى على طريقك المستقيم الذي كنت عليه في دولتك العربية، وأذكر اسم الله في كل خطوة تخطوها إلى الأمام. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة. Peace and love، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله.